مباراة الأهلي والإسماعيلي دايما ليها حسابات خاصة. لعيبة الإسماعيلي قدام النادي الأهلي بتطلع أحسن ما عندها، معاهم مدرب كبير كابتن إيهاب جلال. أعتقد المباراة لن تكون سهلة على النادي الأهلي، وإن كان طبعا الأهلي زي ما حضرتك قلت بيعيش فترة فنية مستقرة جدا. يمكن نقول إن سببها الأساسي الحقيقة هو وجود مدرب اسمه مارسيل كولر. الراجل ده يمكن عكس أوسوريو مدرب الزمالك، ده بيتعامل مع الأمر الواقع وبيتعامل بشكل جيد جدا مع إمكانيات لاعبته وبيقدر يوظفهم. فده يمكن الفرق، إن هو قد تكون عنده برضو أفكار لا تتناسب مع لعيبة الأهلي، ولكن بيقدر إن هو يطوعها بالشكل اللي يطلع أحسن ما عند اللعيبة. وهو يعني أقدر أقول إن هو مدرب واقعي جدا. طب احنا بنتكلم على كولر، تفتكر التشكيل النهارده اللي هيبدأ بيه المباراة ازاي؟ أعتقد إنه تشكيل كولر بيكون ثابت في أغلب المراكز، ربما بس بيعمل بعض التغييرات أو الروتيشن علشان يريح لعيبته، لأن هو عارف إن مشاركات النادي الأهلي كتير جدا سواء المحلية والإفريقية. أعتقد إنه في بعض اللاعبين الأساسيين عنده اللي لا غنى عنهم زي محمد الشناوي اللي هو واحد من أهم الحراس في إفريقيا، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عنده أليو ليانج، عنده إمام عاشور، كمان من بعض يعني هناك بعض اللعيبة اللي نقدر نقول إن هو في الناحية الهجومية برضو بيستفيد منهم بشكل كبير جدا زي بيرسي تاو وزي حسين الشحات. أعتقد إن هو برضو هيحاول ينجح الصفقة اللي هو جابها أو أصر عليها الفرنسي أنتوني موديست، ربما إن هو يبدأ المباراة النهاردة. فدي ربما تكون ملامح التشكيل الأساسي، وممكن يكون أفشة ليه دور برضو في المباراة. طيب.